أنشطة احنا معانا خلينا اللايف بقى فيو بقى اسمح لنا بس نروح دلوقتي اللايف فيو عن احتفالية الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومراسلتنا هناك هنا أبو القاسم ومعها لقاء مع مهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان. يعني هنا طبعا بصبح عليكي وصبح لنا على المهندس وليد، جدا جدا وتحياتنا ليكم وسامعينكم، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهاوندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وطبعا بصبح برضو على الأستاذة ولاء عبد الرازق ضيفتكم. يعني معايا دلوقتي زي ما انت قلتي المهندس وليد مبروك، كونه طبعا رئيس اللجنة العليا للجان. النادي الأهلي الحقيقة دايما سباق ودايما في الريادة، عشان كده النهاردة تم دعوته لاحتفال محو الأمية. عفوا، في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايزة بحضرتك تكلمنا عن فعاليات اليوم. في الاول بصبح على نهاوند وكريم وصبح عليكي. طبعا احنا النهارده موجودين في الهيئه العامه لتعليم الكبار بمناسبه الاحتفال اليوم العالمي لمحو الاميه، وده بيتواكب مع حدث ثاني اهم هو فوز مصر بجائزه اليونسكو عن العام الحالي في تجربه شراكه بين جامعه عين شمس والهيئه العامه لتعليم الكبار. وطبعا يعني انا سعيد جدا ان النادي الاهلي موجود في اليوم ده كعادة النادي الأهلي، ونادي رائد في الرياضة، برضو رائد في العمل المجتمعي، وده اللي بيأكد عليه كابتن محمود الخطيب دايما تكرارا ومرارا. احنا مش نادي رياضي بس، احنا نادي رياضي واجتماعي، وده دورنا. الحمد لله احنا عملنا يعني شوط كبير في موضوع محو الأمية في النادي الأهلي، بقالنا دلوقتي 8 شهور شغالين على الملف ده. في تقريبا 40% من العاملين اللي محتاجين يستكملوا العمليه التعليميه، مش بحب اقول محو اميتهم يعني، تقريبا امتحنوا ونتيجتهم هتطلع خلال يومين، وهم ان شاء الله نجحوا كلهم يعني معلومات من الكنترول زي ما بيقولوا، وهنحتفل بيهم ان شاء الله في خلال ايام. يعني النادي الاهلي دايما في الرياده زي ما قلت، يمكن هو اول مؤسسه في مصر والشرق الاوسط تتبنى ملف محو الاميه. عايزين بقى نتكلم عن ردود الافعال. هو النادي الأهلي أول مؤسسة رياضية في مصر والمنطقة يفتح الملف ده ويشتغل عليه، ودي عادة النادي الأهلي، مش هنتكلم فيها كتير الحتة دي، واتكلمنا عليها أكتر من مرة. هي التجربة جت بفكرة من لجنة المرأة وبعض الأعضاء والعضوات في النادي، واشتغلنا عليها بقالنا 8 شهور الحمد لله. واللي بيدرسوا زي ما احنا عارفين، ودي أهم حاجة في التجربة على فكرة، هم متطوعات من أعضاء عضوات النادي الأهلي الأفاضل اللي دخلوا خدوا دورة تدريبية وبقوا معاهم شهادة معلم، هم اللي بيدوا الدروس وهم اللي فاتحين الفصول وبيسيبوا وقتهم وبيوتهم. ويعني أنا بصراحة مش عارف أقول عليهم إيه، هم أبطال حقيقيين لأنهم بيعملوا عمل كبير هيحس بيه اللي اتعلموا قبل أي حد تاني، وهيفضلوا طول عمرهم زي ما شفتهم بعيني وهم بيشكروهم وبيقولوا لهم أنتوا عملتوا لنا حاجة هنفضل طول عمرنا فاكرينها لكم. أنا بشكرهم وبشكرهم بشكرهم لأن ده عمل خير قبل ما يبقى عمل مجتمعي كمان. الحمد لله، وإن شاء الله تبقى تجربة ناجحة ونكملها للآخر إن شاء الله. زي ما حضرتك قلت تم بالفعل شبه تخرج اول دفعه من عمال النادي الاهلي، عايزين نعرف بقى ايه اللي هو قادم في ملف محو الاميه. احنا فاضل عندنا تقريبا 150 عامل وعامله لسه هنستكمل العمليات التعليميه بتاعتهم، بنحاول جاهدين ان احنا نبتدي الشهر ده المرحله الثانيه، وبنحاول نخلص ال 150 كلهم مره واحده لو ان شاء الله. الهيئه طبعا ما بتتاخرش علينا خالص بصراحه، تعبناهم جدا الفتره دي بقياده الدكتور عاشور. كل حاجه طلبناها فيها استثناء لينا كنادي اهلي هم عملوها لنا في حدود اللوائح وفي حدود القانون طبعا ما بيسمح. المجموعه كلها مش عارف اقول اسماء طبعا لانها مجموعه كبيره جدا من كذا منطقه يعني تابعه للهيئه، كلهم تعبوا معانا ومستمرين يتعبوا معانا. ولما قلنا لهم عايزين نخلص المجموعه اللي جايه دي بدل في 4 شهور او 5 شهور نخلصها في شهرين، هم تجاوبوا معانا وقالوا لنا ان شاء الله هنقدر نعمل ده. يعني الحقيقه حاجه مشرفه جدا، ان شاء الله مزيد من التالق. ربنا يخليكي، وبسلم على نهاوند وكريم تاني، وصباح الخير عليكم جميعا. بشكر حضرتك جدا. ده كان لقائي مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان، يعني فعلا حاجه مشرفه جدا بتليق باسم النادي الاهلي كالعاده. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك جدا يا هنا على هذا اللقاء الرائع، وتحياتنا مرة تانية كابتن وليد، حقيقي يعني من الشخصيات الجميلة الأهلوية فعلا، والشغل كمان واهتمامه باللجان ملحوظ جدا، مفيش لجنة فيها تقصير حقيقي.